بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على أهالي عزبة النصارى وعلى عروس الصعيد المنيا كلها. يمكن اسمحوا لي في الأول بس أن أنا أقدم كل التحية والشكر والتقدير لضيوفنا الأعزاء معالي الدكتور أحمد زكي بدر ومعالي الدكتور أشرف العربي، معالي الدكتور مختار جمعة، معالي سيادة المحافظ عصام البداوي شريك النجاح جمعية الأرمان بقيادة سيادة اللواء ممدوح. يمكن دي تاني مرة أجي فيها المنيا من المبادرة. رحنا قبل كده قرية الشيخ فاضل في بني مزار، تشرفنا بافتتاحها في بداية المبادرة. تاني مرة نيجي هنا ومش هتبقى آخر مرة إن شاء الله. زي ما حضراتكم سمعتوا إن احنا رفعنا المبادرة من 20 لـ40 قرية. ويمكن أنا بقول لنفسي وبفكر نفسي إن أنا طول ما أنا عايش مش هبطل إن أنا أكمل في المبادرة، فهي مش هتوقف عند 40. لأن ده واجب علينا، واجب زي ما الدكتور مختار جمعة قال، هو واجب مش ما بنستاهلش حتى الشكر عليه، لأن أنتوا كرامتكم من كرامتنا. أنا بقول دايما وأنا باجي أفتح قرية أن أنا بتشرف بوجودي معاكم، ودي حقيقة. أنا بتشرف دلوقتي ومتهيألي كل السادة الوزراء زي ما قالوا لكم تحركوا من مكاتبهم، جم لقرية في صملوط، عزبة النصارى في صملوط في محافظة المنيا. فأنا برضو مش هنسى أبدا أن أنا أشكر السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الرئيس الكامل للمبادرة، وهو القدوة اللي بنحتذي بيها، وهو اللي دايما بيشجع كل المصريين القادرين والغير القادرين على المشاركة. دايما بيقول لنا شاركوا معانا في بناء مصر الحديثة. كل اللي دايما بطلبه منكم ان احنا واجب عليك وواجب علينا ان احنا نساعدكم، ده واجب بجد، بس برضو واجب عليكم اتجاه بلدكم ان احنا كلنا نبقى شعب منتج، ننتج ونشتغل، لان ولا الرئيس ولا الحكومة ولا الجيش هيقدروا يعملوا حاجة لوحديهم. احنا الشعب لو ما ساعدناش الناس دي مصر مش هتتقدم، وان شاء الله مصر لازم تتقدم. فبرجو منكم طلب بسيط دايما بلاحظه في الصعيد، لو الحكومة الرئيس والحكومة والجيش واحنا اشتغلنا كتير جدا وقعدنا التعداد السكاني يزيد، التنمية مش هتظهر. فبرجو منكم ان احنا ربنا يبارك لنا في شبابنا، 60% من شباب مصر دلوقتي شباب. ف هقولها بالبلدي شويه، يعني نخف الخلفه شويه عشان نقدر التنميه تبان وتقدر مصر تنمو ونبني مصر الحديثه. بشكر كل المراسلين اللي دايما شركاء نجاح بجد، مراسلين الصحف، مراسلين التلفزيون، كل القنوات الموجوده. الاعلام هو يعني القوه اللي ممكن نستمد بيها ان احنا الروح المعنويه للبلد دي. فبشكركم شكرا جزيلا، بتيجوا كل حته معانا، جيتوا هنا، جيتوا اسيوط، جيتوا شمال سيناء. انا نسيت برضه اقول ان القريه الجايه ان شاء الله باذن الله هي قريه توشكا في النوبه. اخواتنا واهالينا في النوبه برضو لازم نقول لهم ان احنا فاكرينكم. فان شاء الله اللواء ممدوح موعدنا في خلال شهرين، كل السادة الوزراء هيجوا يفتحوا ان شاء الله القرية بعد شهرين باذن الله في النوبة باذن الله.